صعب الخصم لان عنده استقرار على كره صعيبه يقول لك الى صعبوا اكثر من 80 سنوات متتسير الى ما خدتش الذاكره انتصر سنين عسيت على المغرب تطوانيه دي واحد سنتين ونص في لعبه قريبه ومن بعدها كان غابر جولار رجع لعبه لي سنتين ونص في فريق بول لاعبين جيدين استقرار كما قلت لك لا في الطاقم التقني ولا في التسيير ولا في اللاعبين وبالتالي فريق المغرب تطوانيه اعتبره في سنه لانه الفريق اللي تقدر يلعب على هذا الاساس كل جوج يلعب كره طويله يلعب على الحساس تسيرات جولات كبيره الفريق اللي نقدروا نقولوا بحال اللي تكون مواصفات وبالتالي تحسن باش تكون الفريق ديال المغرب تطول كما تكون على المستوى ديال الصديق الان اعتبرها نقطه ايجابيه امام بطل الموسم الفريق امام فريق مربع ونقطه اضافه نقطه ايجابيه في الجوله المقدمه ديال الاسئله يمكن اذا اعتبرها نقطه ايجابيه خصوصا ان الفريق كان عنده واحد من اضعف الاشياء 15 هدف الان الموضوع الدفاعي كيف تحسن المباراه بعد اخرى اعتقد انها مساله وقت باش نقدروا نوصلوا مجموعه من المبادئ التقنيه ومره اخرى كما نسي لعبوا كنا من فريق المغرب التقني على الاسلوب والطريقه ونحب اوفر الفريقين ان شاء الله في الموسم الاخر. كاين شي هدف الفتره الثانيه ما كاينش شي لاعب اللي عنده في الفتره الانتقاليه كنا كنناقشوا مع رونالدو ميسي ما كاينش شي صلاح ما كاينش المعمل ديال اللاعب ولكن اللاعب ديالي شكون جاك والفريق عنده 9 ديال لي زاتاك و 2 بوينت والفرق الاخرين كل واحد عنده ولا يكون في ديز ونص اعتقد انه صعب الان تلقى فريق ديال اللاعب اللي يعطيك الاضافه ضد ان الفرق يشد اللاعبين ديال الجيش وشكون شكون الفرق الاخرى اللي عندها لاعبين ديال بحال اسف انا في كونفيرونس دو بريز ديالهم وبالتالي الان وجد الاتجاه نحو ناخذ شي لاعبين افريقيين اللي يقدروا فعلا يعطيو الاضافه ويكونوا احسن من اللاعبين اللي عندنا مع ذلك الان ولا في البطوله صعب باش تلقى لاعب يعطيك فعلا الاضافه نتمنى فعلا ناخذ جوج ولا ثلاثه اللاعبين ونعملوا على تحسين المستوى التقني والتكتيكي ديال هاد اللاعبين اللي عندنا ولعبوا على احدى الاماكن ديال الوسط خاصو يدير الاصلاح. المشكل هو المشكل نونو اين اختفى؟ هذا السؤال تمني ما عندي الجواب فالاجانب اللي جاوا الخدود عام كثير باستثناء اللاعب اللي نقدروا نقولوا بروفيسيونيل كاع الامور ديالو هو باكر يكون اللي حاضر في التدريب صغيره وكبيره نونو ولومبروي لومبروي قنعته بالكشايف باش يمشي معنا الاكادير دخل واحد ربع ساعه كان تاعي في الملعب من بعد جيت وسط الاسبوع ما لقيتوش نونو الوقت اللي خديتهم دخلوا في اكادير جا لعندي كنعطيه لي كونسين تاكتيك تماركات بيت ما بقاش محتاج اتاكو دونك حيدتو دخل الشهيري الاسبوع ما شفتوش الان طلبت من المسؤولين باش ياخذوا الاجراءات اللازمه مع هاد اللاعبين فوار انهم يحبسوا العقود ديالهم لان فعلا ما قدموا حتى حاجه للفريق ونتمنى كما قلت ان اللاعبين اللي يجيو خارج المغرب يكونوا احسن من اللي عندنا ونقدروا نلعبوا في الفريق لحد الان ما عنديش انا فيهم شحال نونو ولا نونو سي فؤاد هذا بسخت لاعب اللي المستوى ديالو جد متواضعه فبلغته على انه عنده سنتين ونص عنده سنه ونص وانا عندي سنه ونص في بلاد الفريق ما تلعبش لان في كل صراحه باش الاضافه تقدر تلعب من الاحسن ليك مثلا انت مدرب انك تنتظر اما ان نمشي ولا تقلب على الفريق لان مني جا من 10 عضلات شي شتو في واحد ثلاث اسابيع ما قدمت اضافه فطلبت منهم انه نلقاو معاه شي حل تواصل في سوبر ماركت باش يبقى لنا مكان هذا هو اللاعب الوحيد لحد الان اللي عطيت باش يمشي اللاعب الاخرى اللي غيتبقى في اللائحه منهم ثلاث مباريات ففي المباراه الاولى دوزنا ثلاثه ديال لي رومبلاسون بلا ما نقول الاسماء في اكادير دخلنا ثلاثه اخرين بلا ما نقول لك اسماء هي سته اضافه لسموت اللي كان دخل هي سبعه اضافه ل 11 لعبات فحاول نشوف 20 لاعب بناء على المباراتين المتبقيتين ديال جيش وكوضين غنشوف شكون هما الثلاثه اللي غادروا بالنسبه للنقاش تيكون اعتقد ما في حتى نقاش لحد الان مع تيكون ربما في واحد الاسبوع الى قدرنا ناخذوا شي لاعب الى استغنى عليه السي عزيز العامري اما لحد الان ما كاين حتى حاجه رسميه. شكرا.